لغاية سنة 1984، وأوصت بأن يستغل بعد كده لأغراض ثقافية، وتحول لمكتبة القاهرة الكبرى عام 1995. نشوف التقرير التالي. مكتبة القاهرة تقبع في قصر أنيق يغلب على بنائه الطابع العربي. بني في عام 1902 لتاجر غلال يهودي اسمه قطان ليشرف على النيل، لكن الأميرة سميحة كامل الابن الوسطى للسلطان حسن كامل اشترته منه، واختارت القصر لبعده عن الحياة القصور الرسمية، وحولته إلى ما يشبه صالونا أدبيا وفنيا، وعاشت فيه إلى عام 1984، وأوصت بأن يستغل لأغراض ثقافية. الأميرة سميحة كامل بنت السلطان حسين كامل اللي حكم مصر من سنة 14 لسنة 1917 كانت فنانة ورسامة. أوصت أن المكان ده يكون بعد وفاتها مركز إشعاع ثقافي للشعب المصري. توفت الأميرة سميحة وتحول القصر بعد ذلك إلى سفارة إيران لمدة سنة ونص، وكان المفترض أنه كان هيبقى قسم قصر النيل لولا تدخل الدكتور كامل. في عام 1995 أنشئت فيه مكتبة القاهرة الكبرى، وظلت مفتوحة للباحثين والطلاب إلى عام 2011 حين أغلقت لإعادة ترميم وصيانة القصر المكون من 3 طوابق وآخر سفلي. الذي يهم القارئ ويهم المستفيد من المكتبة هو تحويل معظم أو أكثر من 90% من محتويات المكتبة إلى موضوع الرقمنة. بالنسبة للخرائط الموجودة، خرائط القاهرة كلها وما تحتويها المكتبة أكثر من 200 أو 2000 خريطة، تم تحويلها إلى ديجيتال خريطة أو خرائط رقمية. سجلت هيئة الآثار عام 2011 القصر كأثر إسلامي، وكشف خبراؤها على الواجهة الأصلية للقصر ولونها وزخارفها والأعمدة اليونانية التي تعضد القباب العربية. هيبقى في معرض دائم للفن التشكيلي، الشباب يقدمون أعمالهم، الأعمال التي سجلت يعني نيل القاهرة وليالي القاهرة وحياة المصريين في يعني هذه مكتبة متخصصة عن القاهرة. المكتبة تقدم لزوارها العديد من الخدمات، فهناك خدمة المراجع من أمهات الكتب باللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، وخدمة المايكروفيلم وخرائط القاهرة. عبق التاريخ ينبعث من أروقة القصر العتيقة، والذي شهد مناقشات بين نخبة من الأدباء، لتأتي هذه المكتبة لتضيف لهذا العبق المزيد من الأصالة بروائع الكتب المختلفة. منذر أبو دوح، النيل. بالأمس أعلنت الحكومة تمسكها بتنفيذ قانون تنظيم الحق في التظاهر بكل حسم وقوة، مع تقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة واحترام الرأي والتعبير في إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى. وأكد رئيس مجلس الوزراء دكتور حازم الببلاوي أنه منذ ثورة 30 يونيو ونحن نسير في خارطة الطريق ونستكمل الدستور، وقال أنه كان لابد من استكمال بعض التشريعات اللازمة، كان من أهمها حق التعبير، وبالتالي صدر قانون تنظيم الحق في التظاهر لحماية هذا الحق. وزارة الداخلية أكدت أن قانون تنظيم حق التظاهر يطبق على الجميع بلا استثناءات، وشددت على أنها لن تسمح باعتصام أي متظاهر في الميادين أو الشوارع إلا طبقا للقانون، وشددت على التصدي للمظاهرات غير السلمية مهما كلفها الأمر. على جانب آخر طبعا ما زالت بعض الائتلافات الثورية بتصر على حقها في التظاهر دون إخطار، وترى أن هذا القانون ما كان يجب أن يصدر في الوقت الحالي، وما زالت التداعيات مستمرة. للحديث في هذا الموضوع بنرحب بالأستاذ علي الفيل المحامي والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية. مساء الخير يا أستاذ علي. مساء الخير فهم. كما نرحب أيضا بالأستاذ محمد أنيس عضو جبهة الإنقاذ. مساء الخير يا أستاذ محمد. اسمحوا لنا قبل ما نبدأ في حوارنا نشوف مقتطف صوتي من كلمة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بالأمس. طبعا في هذا الوقت الدقيق والهام كان لازم نستكمل بعض التشريعات اللازمة،
لا يخفى انه من اهم حقوق الفرد انه يتمتع بالقدرة على التحرير، حرية الرأي، حرية الاجتماع، حق في التظاهر. وصدر قانون تنظيم الحق في التظاهر منذ عدة ايام، ولو لاحظتوا انه القانون من عنوانه البداية فيه هو ان التظاهر حق من حقوق الانسان، وان القانون جاء لتنظيم هذا الحق بما يوفر للمواطن حقه في التظاهر، في الاجتماع، في التعبير عن رأيه. بس هذا الحق يقابل مسؤولية واضحة، حق المجتمع في انه يعيش في امن واستقرار وما تتعرقلش مسار حياته، فكان لابد من التوفيق بين هذين الامرين. طيب، عد مرة أخرى إلى هذا الحوار حول تداعيات قانون تنظيم التظاهر، ونرحب مرة أخرى بالأستاذ علي الفيل المحامي والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، ونرحب أيضا بالأستاذ محمد أنيس عضو جبهة الإنقاذ. مرحب بسيادتكم، وهبتدي مع أستاذ علي. بداية احنا تابعنا الآن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور حازم البيبان فيما يخص قانون التظاهر. احنا كان معنا خبر هناك دعوة غدا لأنصار جماعة الأنصار رئيس المعزول جماعة الإخوة المسلمين، الخروج بعد صلاة الجمعة في تظاهرات، وكانت يعني اللهجة بتاعت وزارة الداخلية فيما يخص قانون التظاهر اللي مش هيعمل إخطار يعني هننفذ عليه القانون بمنتهى الصرامة والحزم. كيف يمكن النظر لقانون التظاهر خاصة بعد الانتهاء من حالة الطوارئ في مصر؟ هو مبدئيا فكرة القانون عامة انها مجموعة من الإجراءات الجبرية، مش بالرضائية، مجموعة من القواعد أو الإجراءات الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة تنظم سلوكيات المواطنين الخاضعين لهذه الدولة. بحسبة بسيطة جدا وعلى الهوى ممكن نقول اخواننا تجار المخدرات، قانون العقوبات بدون اعدام، رجاء التوجه مباشرة والاعلان عن مظاهرة لاسقاط قانون العقوبات لانه يعاقبهم بالاعدام. واضح؟ خدي قيسي على ده كل القوانين الموجودة في مصر، سواء التاكسي سواء الميكروباص، خلاص يمتنع عن تنفيذ قانون المرور وتسقط قوانين المرور. الفكرة اننا في حاجة الى التنظيم حرية استعمال الحق. هنا انا اخالف في مجال التقرير عن لسان السيد رئيس الوزراء لما قال القانون جاء لتنظيم الحق، حق المجتمع، الحق لا ينظم. وهنا الاشكاليه الكبيره اللي مؤديه للي احنا فيه دلوقتي. احنا طول الوقت تشريعاتنا الدستوريه والقانونيه لا تفرق ما بين امرين، ما بين الحق الغير مقيد والمطلق. الحق حق في الحياه، حق في التظاهر، حق في التعبير، ايا كان الحق هو لا ينظم، ولكن يرد التنظيم. ودي فلسفه التشريع عامه خارج مصر من 1882 مع صدور لائحه النواب او مجلس النواب، ان في لابد من التفرقه ما بين فكره الحق ما تقوليش هنظمها، الحق لا ينظم، الحق مطلق وغير مقيد، بينما ما يرد عليه التنظيم. طب ما يكون في حالة فوضى. ما انا جاي لك بقى. ما يرد عليه التنظيم هو حرية استعمال او ممارسة الحق. من حق ان انا ادخن، لكن مش من حق ان انا ادخن في مكان عام، هذه حرية الاستعمال او الاستخدام. حق التظاهر لا ينظمه قانون، وانما كان ينبغي ان على المشرع ان يعلم بان هناك فكرة ما يطلق عليه حرية استخدام الحق في التظاهر. دي نقطة الجوهرية الأولى. النقطة الجوهرية الثانية إن من حق جهة الإدارة إنها تنظم حرية استعمال الحق، ولكن في ذات التوقيت لابد لها من وضع الضمانات التي تكفل لي كمواطن بعيدا عن قانون التظاهر في حد ذاته، أي قانون تضمن لي ضمانات محددة من هذا التشريع. على سبيل المثال لما أجي في المادة مثلا المتعلقة بإجراءات فض التظاهر أو المظاهرة أو المسير، في مجموعة من الإجراءات أتفق معها تمام، وعلى فكره مبدئيا انا موافق جدا في هذا التوقيت على وجود هذا التقليديه لفض المظاهرات. مش ده المقصود. ما هي الضمانه الحقيقيه التي وضعها او احتواها نص التشريع في انتقال من اليه استخدام خراطيم المياه الى اليه استخدام طلقات الخطوش المطاطي؟ ايه الاليه؟ اللي هو التصعيد من الجانب الاخر. من الجانب الاخر، ايه الضمانه بتاعتي هنا؟ انا كمواطن ما الذي يجعلني كمواطن اثق في
آلية تنتقل إلى آلية أخرى. يعني على سبيل المثال قام السيد اللي هو مش متذكر اسمه، في ضمانة في القوانين العالمية بين طبعا طبعا هناك نتذكر أو نرجع بالأمر إلى مدونة السلوك الصادرة عن الأمم المتحدة مبادئ الحقوق الإنسان. احنا عايزين نقول أمثلة حية تحدث في المظاهرات، بدليل أن احنا حتى دلوقتي في مشاهد كثيرة بنشهدها على المستوى العالمي يستخدم أقوى أنواع العنف المفروض ضد المتظاهر. ما هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، حتى في بعض القنوات احنا يعني من منذ الأمس بنتفرج عليه، احنا بنشوف في الآخر إن إيه اللي حصل في الستريت، الصورة المنقولة لنا إيه؟ فقط المشهد الأخير. المشهد الأخير، لكن لما جاء أنا الست اللي هو مثلا على سبيل المثال اللي الأول قال التحذير الشفوي بالميكروفون، طب هل القانون قال لي إن الميكروفون ده أنا صوتي عالي جدا على فكرة ممكن يسمع 100 لكن ما يسمعش 1000؟ هل وضع الآلية زي ما حصل؟ لا، نخش في تفصيلات يا علي يعني صعبة جدا، هنرجع لك تاني، ولكن يجب أن نسأل أيضا قبل الموجز الأستاذ محمد أنيس. أنت عضو جبهة الإنقاذ، وبالتأكيد جبهة الإنقاذ لها رأي في هذا القانون، في توقيت صدوره، في طريقة تنفيذه، في التداعيات التي حدثت من وراء صدوره، فضل. هو يعني طبعا بالتاكيد جرى نقاشات داخل جبهه الانقاذ وداخل الاحزاب المكونه لتحالف جبهه الانقاذ حول قانون التظاهر ومتابعه يوميه لمسوده الدستور وهذه المستجدات. بس طبعا يعني في متحدث رسمي لجبهه الانقاذ الدكتور وحيد عبد المجيد هو اللي يقدر يقول التصريح الرسمي، لكن خليني اقول لك ان انا عايز اسال سؤال كده عشان المساله تبقى واضحه. هل احنا في احتياج لقانون لتنظيم التظاهرات العامه والمسيرات العامه؟ نعم، نحن في احتياج لهذا القانون. السؤال الأهم بقى، أعتقد أن قانون العقوبات لا يكفي. قانون العقوبات لا يكفي لأنك محتاج شكل من أشكال تنظيم اللي يربط ما بين الحالة الاحتجاجية والدولة والشيء المطلوب لتأمين هذه الحالة الاحتجاجية من الدولة. أنت محتاج هذا الربط. أنا ما بتكلمش على الجرائم اللي ممكن تحدث اللي تتطلب تطبيق قانون العقوبات، لكن أنا بتكلم على هذا الربط ما بين الحالة الاحتجاجية وما يتطلبه من تأمين من الدولة. طالما نحن ما بنتكلم على دولة مفروض نظام ديمقراطي، ما بنتكلمش على مظاهرات خارجين نسقة نظام سياسي قائم. يبقى السؤال الثاني، نعم نحن في احتياج لهذا القانون، لكن الأهم بقى، هل هذا القانون بهذا الشكل وبالآلية التي خرجت، قانون يعبر عن تحالف 30 يونيو اللي احنا كلنا جزء منه؟ أعتقد لا، وأنا شايف إن احنا محتاجين نقارن ما بين هذا القانون وما بين الحالة فض اعتصام ربع. حالة فض اعتصام ربع كان أيضا قرار مهم، أكيد قرار أكبر وجلل أكثر، لكن كان في عملية من الترويج وتهيئة الرأي العام لمدة شهر قبلها تقريبا بمتطلبات هذا القرار وبحتمية هذا القرار. أنت المرة دي بصورة مباشرة، حكومة انتقالية ليس لها سلطة تشريعية طبيعية، قامت بإعدادها مسودة القانون ومررته رئيس الجمهورية، قام بضبط صياغة قانونية، وفوجئنا جميعا بهذا القانون موجود أمامنا. إذن فأنت لم تقم بحالة الترويج المطلوب. هنكمل هذا الحوار، ولكن بعد أن نذهب إلى موجز لأهم الأنباء مع زميل أشرف عبد العاطي.